ووطن العطاء والعزة، بلد النشام الأكارم، أولى الخطوات الميمونة المكللة بعون الله توفيقاً ونجاحاً في المؤتمر الدولي المرأة والريادة والاستثمار المستدام. دعوني في البداية أرحب بمن يرعى هذا الحفل الكريم وهذا المؤتمر، سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، وبحضور ضيوف الشرف الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، الشيخة مريم بنت حمد الخليفة، دولة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، وسعادة المهندس فتحي جبر عفانة. تتشرف هيئة فرسان السلام ممثلة برئيسها ومجلس السمو والرفعة وهيئتها الإدارية والعامة والاستشارية العليا ورؤساء وأعضاء المجالس الدولية بحضوركم مؤتمرها الدولي المرأة والريادة والاستثمار المستدام. ينعقد مؤتمرنا هذا ولا يزال العالم بأسره يسعى من كل جهاته على كوكبنا محاولا تجاوز ظرف استثنائي طوق كل البلدان بإجراءات وتدابير فرضتها جائحة كورونا. ولعلنا هنا نرفع التحايا والتقدير والإجلال لأبطال الصفوف الأمامية في كل بلدان العالم من طواقم طبية وتمريضية وفرق عمل من المهن الصحية المساندة من المتطوعين والمتطوعين والمبادرين ومن كل السواعد التي ضحت وبذلت جهدها الإنساني الكريم رجالاً ونساءً. نصيغ الرسالة بإيجاز عميق: الريادة والازدهار والمواكبة. وحين يكون الحديث عن دور المرأة يتجلى النجاح الذي تحققه المرأة في مختلف الميادين، وهو الأمر الذي يرسخ توجهات النهوض بها وتمكينها في كافة المجالات: التعليم، الاقتصاد، إلى العمل السياسي والتنفيذي والإعلامي، مروراً بالعمل الاجتماعي والصحي والبيئي، وبالتأكيد في حقل التشريعات والأنظمة، ذلك لأن تكامل التشريعات الأدوار بين الرجل والمرأة يمضي بنا نحو بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة ويعزز تماسك المجتمع ويضمن استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين كل المكونات لبناء جيل ومجتمع متلائم مزدهر. دعونا نبدأ الجلسة بكلمة للدكتور أمين أبو حجلة رئيس المؤتمر، فليتفضل مشكورا. أن أبدأ كلمتي باسمكم جميعا وبحضور أصحاب السمو والدولة والمعالي والعطوفة والسعادة والحضور الكريم، أن نبرق إلى السيدة الأولى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله التي أوصلت المرأة الأردنية إلى ما هي عليه الآن لتكون في الصفوفة الأولى لإيمانها بها وبقدراتها وإمكانياتها، فهي تعد صمام الأمان لرسم مستقبل مجتمعنا، لأنها تؤدي دوراً مركزياً في التطور والازدهار والبنيان. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة راعي المؤتمر، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسم، الشيخة مريم بنت حمد آل خليفة، دولة الدكتور عصام شرف، سعادة المهندس فتحي جبر عفا، أصحاب السمو والدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، حللتم بنا أهلاً ووطأتم بمكاننا سهلاً كراماً مرحباً بكم. إن المرأة الأردنية حق لها أن تفتخر بأن حباها الله عز وجل بقيادة هاشمية حكيمة، بقيادة سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم حفظهم الله وعز ملكه، الذين لم يتوانوا يوماً في خدمة الوطن والمواطن بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وما قدموا من إنجازات على جميع الأصعدة والتي أصبحت موجودة وملموسة على أرض الواقع على الصعيد العربي والعالم. الحضور الكريم، إن مؤتمرنا اليوم لا يتحدث عن المرأة فقط، لدينا المحور الأبرز والأهم
الريادة والابتكار والاستثمار المستدام. إن العمل لدعم ريادة الأعمال يشكل اهتماماً بالغاً باستغلال طاقات الشباب والنساء، ويعد لبنة أساسية في تطوير الاقتصاد ومقدمة للتأقلم مع التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية، وتأطير الجهود في منظومة متكاملة لنمو المشاريع الريادية لتشجيع الاستثمار المستدام. وإيماناً منا وتنفيذاً للرؤى الملكية السامية بأن المرحلة القادمة هي للشباب، فقد قررنا في الاجتماع السنوي للهيئة الإدارية والعامة لفرسان السلام أن يتولى رئاسة المجالس الدولية وعضويات الهيئة الإدارية ومعظم الأعضاء في الهيئة العامة ومن القيادات الشبابية من الجنسين والمنتسبين لأعضاء المجلس الشباب الدولي لفرسان السلام، والذين سيكون لهم الدور الكبير في مؤتمر البصمة الشبابية لولي العهد أثر القيادات الشابة في تنمية المجتمع. السادة الحضور، لقد بدأنا اليوم في الخمسية الثانية لتأسيس هيئة فرسان السلام. اسمحوا لي باسمكم جميعاً أن أشكر الهيئة الإدارية والعامة على هذه الإنجازات العظيمة على المستوى الدولي، وخدمة منا لفرسان السلام وللمرحلة الجديدة من التحديث والتطوير قمنا بإلغاء بعض المجالس وتحديث مسميات جديدة خاصة بالمرأة تحت مسمى المجلس الدولي الرقمي للمرأة القيادية. وقبل أن أنهي كلمتي أود أن أشكر جميع الدول المشاركة والتي تحملت أعباء السفر من أجل إنجاح هذا المؤتمر. وفي مسك الختام أود أن أتقدم إلى الأخ الكبير الفاضل سعادة المهندس فتحي جبر عفان رئيس مجلس إدارة شركة فاست للمقاولات البناء بالدعاء له بالشفاء العاجل، وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، فهو الإنسان الذي يعطي بلا مقابل، صاحب الأيادي البيضاء، سيد العطاء، والذي وقف معنا منذ البداية وقفة الرجال للرجال. أمنياتنا لك أن تعود لنا سالما معافى وأن نراك بالقريب العاجل. وأخيرا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كل الشكر والتقدير للشركات الكبرى لتقديمها الدعم لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر، حيث أقدم شكري وامتناني لمجموعة طلال أبو غزالة الداعم الرئيسي للمجلس الشباب الدولي لفرسان السلام، وشكرنا وامتناني لشركة دماسين للمواد الغذائية لتقديم الهدايا لضيوفنا من الخارج، وخالص شكرنا وامتناني لكازمير كوزماتيكس لتقديم الهدايا القيمة للضيوف المشاركين من الخارج، وخالص شكري وتقديري لشركة معروف للصناعات الغذائية بالمعروف لتقديمه القهوة، والشركات التي تقف معنا لتقدم خدماتها اللوجستية، شركة جي براندينج للتصوير، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة، وشركة سمائيليا للمؤتمرات، وفندق كيمبنس كاما. نعمل من أجلكم وبمحبتكم نستمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، نصيغ الرسالة بإيجاز عميق، الريادة والازدهار والمواكبة، وحين يكون الحديث عن المرأة يتجلى النجاح. الأخوة والأخوات الأفاضل، لقد وضعت اللجنة العليا للمؤتمر نصب أعينها أهدافاً مرتبة الأولوية في مداولاتها وأبحاثها وأوراقها، لتشمل التالي: إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدول بالمواثيق والمعاهدات الدولية. ثانياً، رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات، بما في ذلك تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار. الآن ندعو الشيخ سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسسة مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، فليتفضل مشكوراً. أنا يعني بعد هذا العمر تعودت أن لا أكتب كلمات ولا أن ألقي خطبا، بل أن أتحدث معكم من القلب إلى القلب، وأبدأ ب
بشكر الفارس الأول صديقي وأخي مينا بهجلة الذي جمعنا وأكرمني بهذه النخبة الكريمة من الجمهور، وكلكم خير مني وأفضل مني، ولكن لابد كان من اختيار أكبر واحد سنا، فوجودي هو لأني كبيركم بالسن. هنالك فعلا بدون مجاملة وبتواضع أساتذتي وقادتي الذين أتعلم منهم، ولكن عظمة القادة أن يستمعوا إلى التلاميذ. وأنا هنا لأسمع رأي مختلف عن ما يجري اعتماده وتداوله. بداية أنا أعترض على فكرة تمكين المرأة، وأشكر أننا لم نستعمل كلمة تمكين، لأن التمكين يعني أن هنالك شخص متفوق وأعلى رتبة يساعد من يحتاج إلى المساعدة ويمكنه من الوصول. التمكين عمره ما أعطى نتيجة، وكذلك كل تاريخ الحضارة البشرية أن الأمور تفرض نفسها ولا تنتظر من يساعدها أن تفرض نفسها. بعدين إحنا يعني أنه في منا كثير متزوجين، وأنا متزوج 60 سنة، قبل 61 سنة، نعرف قديش المرأة متمكنة في المنزل، فنظل نكذب ونقول أنه دعم المرأة وتمكين المرأة، وهي تحكمنا في المنزل بدون أن نعطيها سلطة التمكين. فخلينا نأخذ الأمور بحقيقتها ولا ندعي أننا قادرون على تمكين المرأة. المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي كل حياتنا، وهي نصفنا، لأنه بدون المرأة ما كنا وجدنا. يعني أنا أريد أن أعطي بعض الأمثلة على تأكيد كلامي. هنالك في التاريخ نساء أثبتنا تفوقهن، وأنا معتقد أن هنالك تقصير من جهة المرأة في هذا العصر. لماذا لم تمكن نفسها؟ لماذا لم تفرض نفسها في كل المجالات؟ تنتظر من الرجل أن يدعمها ويساعدها؟ شو اللي بيميز المرأة عني لأكون متفوق عليها؟ المرأة أكثر قدرة على تحمل الألم، في ألم أكثر من الولادة والحمل، أكثر قدرة على الألم من الرجل. المرأة عندها ذاكرة، يعني تيجي زوجتي أنا 61 سنة بتذكرني من سنة، بتذكر من 50 سنة لما قلت لي كذا كذا، أكيد إنه قلت بس والله لا أذكر. ذاكرة المرأة أكثر، المرأة عندها عاطفة أكثر منا، وبالتالي يعني سيكون دورها في قيادة المجتمع دور فيه إنسانية وعطف وحنان أكثر من الرجل. ما بدي أطول، ولكن بدي أقول أنا أرى أن على النساء أنا أرى أن هنالك تجربة ناجحة، هنالك سيدة أنشأت جمعية الإعلاميات العربيات، الإعلاميات، ما بعرف إذا ملاحظين أن الإعلام هو صناعة للسيدات. أكثر المحاورات على الوسائط في التلفزيون، الصحفيات، المراسلات، أغلبهم سيدات. لماذا؟ لأن السيدة فرضت نفسها في هذا المجال.
وإحنا طبعاً أحسن مثال على هذا هو شيرين أبو عاقرة وإخواتها. هنالك في فلسطين عشرات الصحفيات وعشرات الإعلاميات وعدد قليل من الرجال، لأنها أخذت مسؤولية أن الإعلام هو بيدي أنا. هذا نموذج. لماذا لا يكون هنالك جمعية الطبيبات وجمعية المخترعات وجمعية المؤلفات، مش الجمعية اللي فيها الرجل مسيطر؟ أسسي جمعية وانتصري على المنتصر. ليس هنالك أي قانون أو شرع يمنع من المرأة أن يكون لها تجمع. تجمعوا سيداتي، وأنا على فكرة معروف أني أنا بحب الستات أكثر من الرجال علنا. فبدي أترجاكم أن تنشئوا وحدات قوة ضاربة من النساء، وأنتم قادرين، مش محتاجين لواحد ليقولكم تعالوا بدي أسس لكم جمعية. أسسوا جمعية للمرأة في كل مجال، هكذا تبدأ البروز كما برز في موضوع الإعلاميات، واللي أنا تشرفت باستضافتهم خصوصا الإعلاميات الفلسطينية. المرأة ليست قاصر لتحتاج إلى تمكين وتحتاج إلى دعم وتحتاج إلى الاعتراف، هي تعطي الاعتراف. ثاني اعتراض عندي على كلمات اللي تصبحت دارجة وأنا مسؤول عنها. أنا بصفتي في الأمم المتحدة بإحدى صفاتي كرئيس لإئتلاف الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والتنمية، اخترعنا كلمة التنمية المستدامة، انسوها أرجوكم. ليس هنالك في هذا العالم إمكانية لأي تنمية مستدامة ما دامت الدول كلها أخذت القوانين والإجراءات بيدها ومنعت أن يكون هنالك قانون عام. وبشكل خاص وبصفة أخرى، كنت على مجلس منظمة التجارة العالمية WTO World Trade Organization وصغنا اتفاقيات تمنع الظلم والتعدي التجاري. طبعا هذه المنظمة الآن مجمدة لا تستطيع أن تجتمع، لأننا في عالم ليس فيه نظام وليس فيه سلطة تفرض النظام. وأنا وجهت كتاب للدول الديمقراطية الكبرى التي تتحدث عن الديمقراطية. إذا أنت عاوز ديمقراطية داخل البلد أعطيني ديمقراطية على مستوى العالم بين دول العالم، أما أن يكون هناك قانون يطبق علي فقط ولا يسري على جاري كدولة أخرى، هذا كلام ليس ديمقراطيا. فانتهت، وحتى أخونا الرئيس بايدن اعترف بأن الديمقراطية تعاني وهي في وضع صعب، يعني في غرفة العناية المركزة الديمقراطية، لأن أيضا لم يتفق العالم على صيغة الديمقراطية. والآن شو الديمقراطية؟ هل النظام المطبق بأمريكا الديمقراطي هو كما في ألمانيا أو كما في كندا؟ لا، يعني هل الديمقراطية فقط الانتخابات؟ فإذا نقول نظام الانتخابات ما تقول لي ديمقراطية، هذا مفهوم، يعني مش هذا الموضوع. ولكن أنا وجهت رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة وإلى كل من أستطيع أن أصل له، إنه بيكفي نكذب على الناس ونقول لهم تنمية مستدامة. أنت لا تستطيع أن تخطط لتنمية مستدامة ما دام هنالك من يفرض العقوبات الأحادية ويمنع ما نسميه supply chain، أي سير البضائع من بلد إلى بلد آخر بالعقوبات والحصار وإلى آخره.
ما يجب أن نتوجه له هو التنمية الحقيقية والممكنة، أي أن على كل دولة أن تؤمن أساسيات ما يلزمها لاستمرار تقدمها واستمرار نموها. فبدل التنمية المستدامة، أنا ناديت وامبارح صدفة امبارح بالضبط طلع تقرير بأن كل توقعات العالم كانت نتائجها سلبية. أنا كنت في مفاوضات أهداف العصر اللي هي Millennium Development Goals واللي كان يجب أن تتحقق في 2015، ولما وجدنا أنها لم تتحقق اخترعنا مشروع ما نسميه أهداف التنمية المستدامة. والآن مش بس لم تتحقق، حصل تراجع في النمو في الاقتصاد وفي كل الحقوق في العالم. فإذا يعني حان الوقت لأن ندرك، ولا نكذب ولا نسمح لجهات خارجية أن تكذب علينا بأن علينا أن نستمر بالتنمية المستدامة. المطلوب التنمية لحماية الأمن القومي، الأمن الوطني لكل دولة في الغذاء، في الدواء، وفي التكنولوجيا. هذه الثلاث أساسيات لا تعتمد فيها على أن هنالك supply chain توصل البضائع إليك، لأنه يمكن أن تمنع كما نقاسي في وطننا العربي الآن، وأصبحت أوروبا تقاسي والدنيا كلها تقاسي. نحن الآن في مرحلة تاريخية فريدة من نوعها التي لا يوجد فيها نظام، وجميع الأمم المتحدة مشلولة لا تستطيع أن تتخذ أي قرار لأنه في واحد من الخمسة بيعمل فيتو، وكذلك المنظمات الأخرى الأممية لم خلال العشر سنوات الأخيرة لم تصيغ اتفاقية تعاون واحدة. وأنا شاركت على مدى 50 سنة بمسيرة الاتفاقيات الدولية وأقول أننا في حالة جمود بانتظار أن ينتقل العالم. الآن لماذا أثير هذا الموضوع؟ لأنه هذا اللي بفهم فيه علي أكثر من الرجل هو المرأة، لأن المرأة مسؤولة عن البيت شو راح يحتاج، مسؤولة شو لازم تدبر أكل، مسؤولة شو لازم تدبر شؤون المنزل، بينما نحن مشغولين بمشاكل الحياة المؤلمة. لذلك أنا بطلب خصوصا من السيدات، أتذكر كلامي، أن تركزوا على تأمين الاحتياجات الأساسية. أمن وأحجز في بيتك على الأقل. أنا عندي في حديقة صغيرة كلها 300 متر زارع فيها 28 صنف من الأساسيات. أنا بحب البندورة والناس بسموها بندورة وبسموها مثلا الأساسيات، لأنه سيأتي يوم لن تجدها. المشكلة القادمة أننا سندخل في حرب عالمية، وعلى سيدات العالم وسيدات وطني العربي الذي هو فخري واعتزازي وبيتي كله، أننا سندخل في فترة حتى لو لم تصيبنا الصواريخ سيصيبنا انقطاع المواد، انقطاع التموين. فعلى كل سيدة أن تأمن الغذاء والتنمية مش المستدامة، اللازمة، ما يلزمني أن أؤمنه كمادة أساسية لاستمرار الحياة. أنا يعني ما أعتقد أني تعديت وقتي، ولكنها فرصة لأخاطب هذه النخبة الكبيرة من صانعي القرار ومن صانعي المستقبل، لأن السيدات هم بيصنعوا المستقبل مش نحن، هم اللي بيربوا الأولاد ليطلعوا كويسين أو سيئين. فبالنسبة إلي دور المرأة كثير أكبر من تمكينها من أن تصبح دكتورة أو إعلامية، هي تصنع الرجال. حبيباتي وأساتذتي، سامحوني من طولت، ولكنها فرصة أريد أن أقول فيها أنني على
أن العالم على مسيرة للحرب المقبلة وقد تكون قريبة جدا. ذكروني، لأنه إذا أمريكا وفت بوعدها، أنا كنت متوقعها خلال سنة، الآن يمكن أسابيع، لأن أمريكا إذا وفت بوعدها وأرسلت الأسلحة، معلش سيدي الرئيس قده أنا تخطيت الموضوع، ولكن ما بصير نحكي بالأشياء المهمة وننسى الأهم، والأهم هو أننا أمام مستقبل صعب، الحرب قادمة، والحمد لله لأن هذا الوضع السيء والظالم في العالم لن يتغير إلا من خلال حرب يجلس بعدها قادة القوى العظمى ليصيغوا نظام عالم جديد، سواء كل رئيس جمهورية أمريكية سابق خلال 50 سنة قال لم تعد الاتفاقيات والنظام العالمي الذي صيغ بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد صالحا، وعلينا أن نصيغ نظام جديد. هذا النظام نأمل أن يكون أكثر إنصافا، ولكن ما بكفي أنه نأمل ونقعد نتفرج، خلينا نحن نأخذ إجراءات التي تحمينا ويمكن أن تحقق لنا الحد الأدنى من البقاء والصمود والاستمرارية. نحن شعب عظيم، أمة عظيمة، أنا أفتخر بأني في مع هذه النخبة من أهل الخليج خصوصا، وأنا حياتي أكبر جزء منه قضيته في الخليج، وتعلمت في الدول المجلس التعاون كلها ومن قادتها الحكمة والخلق وحسن التصرف. فشكرا لكم، وسامحوني إذا أخطأت، وما تزعلوا مني إني أجيب أخبار مش حلوة، بس الأخبار مش حلوة، فأرجوكم أن تنتبهوا وتحافظوا على وجودكم في الحد الأدنى. شكرا جزيلا. أسعدنا بكل كلمة، ونوجه رسالتنا للمرأة: اعتزي بقدراتك، افتخري بعطائك، انطلقي إلى فضاءات ومراتب عليا في نجاحاتك، تمكني في ريادة الأعمال، تمكني من فتح نوافذ فرص التواصل بغية مواكبة الطموح. شكرا لك يا دكتور. طبعا يتفضل الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي أيضا ضيف الشرف إلى المنصة. الدكتور طلال أبو غزالة، يعني ما شاء الله نورتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، بداية وعند البدء دوما نهديكم جميعا تحية طيبة في هذا المحفل والمؤتمر الذي تنظمه جمعية فرسان السلام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في مسعى منها وضمن العديد من المؤتمرات والفعاليات المثمرة التي تنظمها، شحذاً للآراء وحشداً لمرئيات الخبراء والأكاديميين، وطرحاً للحلول والتوصيات التي تدعم قدرات مجتمعاتنا العربية، جنباً إلى جنب مع جهود الحكومات لمجابهة تطورات ومتغيرات وتحديات المستقبل المتسارعة. حيث أتوجه بالشكر لإخواني القائمين على جمعية فرسان السلام على جهودهم المشكورة، سائلين الله عز وجل أن يحقق المؤتمر أهدافه وتوصياته المأمونة. الحضور الكريم، الأخوة والأخوات، لعلنا نعلم جميعا أن مسارات المستقبل والتطور بين الأمم والشعوب والحضارات تترجم على صعيد منجزات وما حققته كل دولة من تقدم في مختلف دروب التنمية، وبما لا يدع مجالا للتأخر عن منجزات الدول المتقدمة. ولا شك فإن تعزيز مؤشرات الاستثمار المستدام ارتباطا بالتطوير والاستفادة من المقدرات التي تستحوذ عليها كل دولة تؤكد صواب تلك التوجهات
وضمان حصاد ثمارها المرجوة. الأخوة والأخوات، الحضور الكريم، إن الحديث عن المقومات والمرتكزات التي تدعم الاستثمار المستدام إنما تتضح بلا مواربة عند الحديث عن الكوادر والقدرات البشرية. وإن كنا هنا نطرح ملف التنمية المستدامة بمفهومها البشري، فلا بد من الحديث عن تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها لكي يتحقق التوازن في مسيرة النهوض لاقتصاداتنا العربية، دعماً ومؤازرة لجهود أشقائها الرجال، وترجمة لرؤى القيادات السياسية لدولنا العربية في تمكين المرأة ورفع معدلات إسهاماتها في مضمار التنمية الوطنية لكل دولة. وهنا ولا شك أن مكمن الحديث عن ضرورة وأهمية تمكين المرأة العربية للإسهام الفاعل في مختلف دروب ومسارات التنمية إنما يتعلق بما حققته المرأة العربية من تطوير قدراتها ومعارفها ومكتسباتها ومنجزاتها، إذ نراها لم تتخلف يوماً عن تقديم السند والدعم لكافة القضايا والتحديات بما فطرها الله تعالى عليه من فطرة العطاء لأسرتها ولوطنها ولمجتمعها. الحضور الكريم، الأخوة والأخوات، إننا إذ نتحدث عن مسارات الريادة للاستثمار المستدام إنما نتحدث عن ضرورة تهيئة مجتمعاتنا العربية للخوض في غمار التنمية المستقبلية المعتمدة على العلم ومبتكراته وتطوراته المتسارعة، بالأخص تقنيات الحفاظ على البيئة وتعزيز الاندماج بين مخرجات التنمية والحفاظ وصيانة كوكب الأرض الذي يمثل مظلة ضامنة لنمو قدراتنا على استدامة العيش والحياة الكريمة بما حبان الله به من موارد وثروات هائلة تستدعي وضع الخطط والمنهجيات العلمية المتطورة والرؤى المستقبلية لتفادي أي مخاطر وتحديات. إخواني وأخواتي، بقدر استطاعتي بقدر سعادتي عن مشاركتي معكم في تلك اللحظات بنقاشات وأوراق ورؤى في ذلك المؤتمر المحوري في طروحه ورؤيته الشمولية لتحديات التنمية في عالمنا العربي، فإنني أود أن أتطرق لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء رؤية قيادتها الرشيدة حفظها الله تعالى من منجزات شمولية ترتبط بفضل الله تعالى بتحسن مؤشرات التنمية والحداثة التي تستصدرها المؤسسات الدولية لتحقق الدولة وتحوز السبق بين العديد من الدول المتطورة بما فيها مجالات الأعمال والاستثمارات والبيئة وأيضاً تمكين المرأة، فضلاً عن طرح وتبني المنهجيات والاستراتيجيات ذات الصلة بما فيها مجالات الثورة الصناعية الرابعة وعلوم استكشاف الفضاء والتعامل مع تحديات نقص الموارد الطبيعية وبالأخص المياه والزراعة في أرض ودولة لا تتوافر فيها مقومات طبيعية من المياه والأراضي الخصبة. ولا شك أن الحديث عما حققته الإمارات إنما بات ككتاب يقرأه ويوثقه العالم أجمع، ونسعد في ذلك المضمار في دولة الإمارات بما حظينا به من دعم ومشاركة أشقاؤنا من مملكة الأردن الهاشمية الشقيقة والدول العربية ودول العالم في التواجد على أرض الإمارات ودعم مسيرة التنمية ضمن نحو 210 جنسية يعيشون ويعملون ويستثمرون على أرض الإمارات، بكل الخير والفائدة لهم ولدولتنا ولدولنا العربية. الحضور الكريم، أعبر لكم مرة ثانية
عن بالغ شكري وتقديري وعرفاني واعتزازي لمشاركتي في محفلكم ومؤتمركم هذا، سائل الله عز وجل التوفيق والسداد في مخرجاته، وأن يكون نفعاً وعوناً ودعماً لمسيرة التنمية في دولنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لك جزيلاً على هذه الكلمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكراً جزيلاً. ما زال الوضع يتحدث عن المرأة وعن تمكينها في ريادة الأعمال وفي كل مكان على المستوى الدولي، لتفتح نوافذ العطاء ونوافذ العمل ونوافذ الإبداع. معنا اليوم ضيفة الشرف أيضاً الشيخة مريم بنت محمد آل خليفة، ضيفة الشرف، تتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس المؤتمر، والأخوان، سعادة الأخوان الكرام. أعتذر لأني لم أحضر كلمة، أنا وصلت البارحة بالليل، فسامحوني برتجل لكم أي شيء من تجربتي يعني في العمل الاجتماعي، وأعتذر مقدماً لأن إن شاء الله عندما نتكلم عن المرأة والاستثمار فإن المرأة نفسها هي الاستثمار ذاته وليس عاملاً مساعداً فيه، لأن الأساس الصلب التي تقوم عليه أهم عملية استثمارية هي الاستثمار في الإنسان، والمرأة كأم كمربية هي التي تبني المجتمع. وإذا نحب يعني نقيس تقدم أي مجتمع في أي بلد، لازم نشوف متى بدأ تعليم المرأة في البلد. بتعليم المرأة أن تتعلم المجتمع كله، وبالتالي تنهض بالمجتمع يعني. لم تعد قضايا المرأة هي التحرر أو الحصول على مزيد من الحقوق، فالمرأة في معظم دول العالم وفي بلادنا على وجه الخصوص هي حصلت على كل حقوقها البديهية، ولكن قضايا المرأة صارت مواكبة لاحتياج الفعل الحضاري في العالم. قضايا مرتبطة بالمشاركة الحقيقية في رفع مستوى التعليم والصحة والبناء، وكذلك في الاستثمار الذي هو محور تركيزنا اليوم. أمامنا وحولنا تجارب ناجحة يمكن استلهامها ما بين تجارب نجاح فردية للمرأة حول العالم. أنا حبيت أشكركم أن أكون أول امرأة متحدثة في هذا المؤتمر، فشكراً لكم. فاستحقت بجدارة جائزة نوبل كل في مجالها، وهي المرأة العاملة التي تقف وراء كل يعني تقف وتهدي إليه وأحياناً تقوده وتدفعه. المرأة هي التي تدفع الرجل إلى النجاح، تدفع تربيه، وهي المستثمرة وسيدة الأعمال التي تفتح في مجال وتستوعب الطاقات في مشاريع تخدم الإنسان وتخدم الأوطان. لما نتكلم عن التنمية المستدامة، أنا يعني ممكن أتكلم من تجربتي. بدأنا في البحرين مشروع المايكرو فاينانس، وهو الأقراض الصغير للمجتمع. وأنا لما بدأت أتدرب في الأمم المتحدة على الأقراض الصغير، وأنا سافرت من البحرين إلى نيويورك، في فكري إن أنا بروح some sort of banking. الأقراض الصغير هو مثلاً بدل ما يروحون إلى البنوك ممكن أن تتوفر لهم رأس مال. ولكن لما رحت أتدرب في نيويورك فوجئت أن اللي معاي في المتدربين
من بنغلاديش ومن المكسيك ومن ما ادري ايش بلدان يتكلمون عن مزارع دجاج عن اشياء يعني بسيطه. وانا فقلت ان اكيد ما بيمشي يعني. فا I was disappointed من يعني التدريب. ورجعت البحرين وبدأنا المايكرو فاينانس في البحرين. أنا رئيسة المشروع بدأنا من 1999 يعني قبل 2000 بأربع سيدات يرفضن أن يطلعون في الإعلام إنهم ماخذين يعني مثلا يسمونها قرض أو يعني قرض من المايكرو فاينانس. الحين بعد 20 سنة المشروع في البحرين رأس ماله اللي بدأ بنص مليون دولار الحين البورتفوليو اللي احنا نشتغل فيها حوالي 33 مليون دولار حوالي 11 مليون دينار. والبحرين يعني مجتمع صغير حوالي مليون ونص سكان البحرين، لكنه هو المشروع يكون كتنمية مستدامة. من تجربتي في هالمشروع شفت أن المرأة لما تكون عندها استقلالية مادية ثقتها تكون نفسها أكثر، بعدين ينعكس على بيتها على أولادها، أولادها في المدرسة تروح مدارس أحسن، يعني تنتقل لبيت أحسن. بينما مع الأسف أنا ما أدري من تجربتي يعني الرجال لما يعني يصير عنده فلوس يشتري سيارة جديدة يسافر يعني مثلا أكثر من كذا. فشكرا لكم وما حد شكرا. ما تقدم ليسلط المؤتمر الضوء على الدروس المستفادة وكيفية استكشاف السبل التي تدفع عجلة الابتكار بمشاركة فعالة من المرأة واستعراض دور المرأة في زيادة الناتج المحلي والإجمالي للحد من البطالة ومواكبة التطور والاستثمار لتعزيز الأمان الاقتصادي الفاعل. الآن يتشرف دولة الدكتور عصام شرف كضيف شرف على المنصة من جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة يعني أنا اخترت الكلمة بتاعتي عنوان عن التنمية، واللي هقوله في البرزنتيشن دي مجموعة خواطر يشارك فيها المجتمع. وعندما أقول مجتمع أعني طبعا المرأة والرجل، فلا داعي في الحقيقة للتفصيل في هذه الجزئية بصفة متكررة. في المجتمع هو مجتمع متكامل. التنمية بين التنافسية والتناغم، وأنا حاول أشرح. إحنا في العالم أكثر من 200 دولة، آلاف الديانات والمسارات الفكرية. ما يميز هذا العالم دلوقتي، وأنا أرجع لكلمة الدكتور طلال، أن العالم متصل اتصال كامل، وبالتالي ما فيش حد هيقدر ينعزل. يعني الأزمة المالية بدأت في أمريكا أثرت على العالم كله، نتج عنها خسائر بحوالي 19 تريليون دولار و36 وظيفة فقدت. التغير المناخي السبب فيه بعض القوى العظمى، ولكن كلنا تأثرنا به. كوفيد 19 منين ما ابتدت بقى، ابتدت في الشرق ولا الغرب، لكنها شملت العالم كله. الحرب روسيا وأوكرانيا ابتدت في جزء من أوروبا وأثرت على العالم كله. إذن في الحقيقة وهناك تحديات أنا حطيتها بعلامة استفهام اللي أشار برضو إليها الدكتور طلال، إحنا أمام تحديات. فإذا يجب في الحقيقة أن يعني نكون حذرين جدا. وأنا لما أتكلم عن مجتمع أنا أتكلم عن المجتمع العربي دلوقتي. لا يمكن أن نعزل نفسنا ولا يمكن أبدا أن ننتظر، لازم ناخد الأمور بأيدينا.
وده اللي لازم أعبر عن الصورة دي، إنه إحنا عالم المصير المشترك، مفيش حد هينجو من الويلات بتاع المشاكل دي. وبقول إن عالم المصير المشترك ده اللي هو بيتأثر بأي حدث، أنا بقول إن إحنا لازم وإحنا بنشتغل في التنمية نحط في دماغنا مفهوم التنافسية ومفهوم التناغم. قد يبدو إن في تعارض، لكن هحاول إن أنا أشرح الموضوع ده دلوقتي. في معادلة القوة الشاملة بتاعت أي دولة أو أي مجتمع هي حاصل ضرب، ومهم جدا إن أنا أقول حاصل ضرب، لأنه لو أي واحدة فيهم تساوي صفر النتيجة كلها تساوي صفر. رأس المال المادي اللي هو الأصول والأموال وغيره، رأس المال الفكري اللي هو التعليم والثقافة والأبحاث وغيره، ورأس المال الاجتماعي هو القدرة على التواصل بين المجموعات. رأس المال الاجتماعي إذا كان سيء، إذا كنا لا نستطيع أن نتواصل مع بعض، فلن يفيدنا المال ولن يفيدنا حتى التعليم. أنا هختار بس عشان الوقت مفهوم تبع رأس المال الفكري اللي هو مفهوم القيمة المضافة، ورأس المال الاجتماعي اللي هو التواصل، هاخد ثقافة الآخر أو الآخرين. أتكلم على القيمة المضافة، بس سمحتوا لي أقول قصة، إن كان دي قصة كده يعني ربما تكون حقيقية أو غير حقيقية، لكن في راجل في قديم الزمان اشتهر إنه بيجيب إبرة ويحطها وبعدين من بعيد يرمي إبرة تانية فتمر في الفتحة دي. شيء صعب جدا لكنه اتمرن واشتهر جدا بهذا الموضوع وشهرته زاعت. فجه الوالي بتاع البلد اللي هو فيها سمع عنه وقال لهم جبوه، وفعلا جابوا وعمل التجربة دي عنده ونجحت. فالوالي ده حكم عليه الحكم التالي، قال ادوله كيس ذهب ويتسجن شهر. طب قالوا له احنا فاهمين انه كيس ذهب لانه شاطر، طب يتسجن شهر ليه؟ لانه هو قال هو ماهر صحيح، ولكن اللي عمله ده لم يضيف شيء للمجتمع اللي هو فيه. فالمهارة لا تغني عن الشراكة، ودي نقطة تانية. مهما كان الرجل ماهر أو المرأة ماهرة، لا يمكن أن تغني عن الشراكة المشتركة. فهنا فكرة المثل ده بيقول إنه المهارة الفردية لا تغني أبدا عن الشراكة من أجل المجتمع. والقيمة المضافة في رأيي هي سر الحياة، وسر الحياة يكمن في التنمية، لأن بدون تنمية هيبقى فيه ثبات والكل هيسبقنا. ولما نيجي نتكلم عن التنمية، أنا اخترت مقولة لروبرت ماكيمارا بيقول الأمن القومي يساوي التنمية. طب ده كويس، لكن خلينا نشوف كده في الحاضر. هناخد مجموعتين مجتمعين مختلفين وفي بينهم فجوة تنموية. لو احنا خدنا المقولة ان الامن القومي هو التنمية، طب نشوف المجموعة الاولى دي هتنمو ازاي. نمت كده، هل حققت الامن القومي؟ ما نقدرش نقول، لان المجموعة التانية ممكن تكون نمت كده وبالتالي هناك فجوة اكبر. اذا واحنا بننمو او احنا بنعمل تنمية يجب لا نقارن نفسنا بنفسنا، لازم نقارن نفسنا بمن حولنا. ده مش معناه نعاديهم، ولكن نحط المستويات التنمية والعمل من أجلها بحيث إن إحنا نستطيع إن إحنا نقترب منه. وده بيتطلب في الحقيقة إنه عشان نقدر نصل نقلل الفجوة دي، يجب أن يكون التنمية في صورة ما يسمى القفزات التنموية. والقفزات التنموية دي لا تأتي إلا بالابتكار. إذن العنصر الحاكم في كل اللي بيقوله للتنمية هو في حال الابتكار. بدون ابتكار أنت ثابت والكل يسبقك.
إذن الاعتقاد هو الأساس. ولذلك أنا بقى أحاول أعيد صياغة اللي قاله ربما من الإمارة وأقول أن الأمن القومي هو تنمية تنافسية، أي نعمل استراتيجيات تنمية وشايفين اللي حولنا بيعمل إيه بالاعتماد على الابتكار. وبالتالي زي ما قال أستاذنا الدكتور طلال، هي التنمية مستدامة وغير مستدامة. إحنا في عالم شرس، عالم الهيمنة، فكل اللي نملكه إن إحنا في الحقيقة نتعاون داخليا ثم نتنافس مع الآخر. وطبعا برضو الحديث الممتع دايما مع الدكتور طلال، كنا نتكلم على المعلوماتية، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، الانترنت، الأشياء كل دي هي أدوات الابتكار الحديثة. وهي دي أنا دايما أقول إن إحنا عندنا فرصة ذهبية. ليه؟ لأن الآليات دي ما هي صعبة، وإحنا عندنا في مجتمعنا ناس فائقي الجودة في التخصصات دي. ممكن نقول مثلا الطاقة النووية في مشاكل، لكن الحاجات دي متاحة وممكن، وبالتالي ممكن نستغلها في تحقيق القفزات دي. مش هعيد كل مرة هفكركم، دي مسؤولية مجتمع، مسؤولية مجتمع بالمرأة والرجل. يبقى إذن كده أنا شرحت فكرة التنمية بالتنافسية. ننتقل بعد كده للتناغم أو ثقافة الآخر. علماء الصحة النفسية بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن المرض النفسي هو أن تتمركز حول ذاتك، أنك لا ترى الآخر، وبالتالي عشان تشعر بسعادة لازم تكون صحيح نفسيا، وعشان تكون صحيح نفسيا لازم تكون علاقتك بالآخر سوية. يعني واحد زي ما قلت في المعادلة امتلك كل شيء ولكنه منعزل، تأثيره في المجتمع صفر والمجتمع مش هيقبله. تمام؟ إذن يجب أن نعلم أن الآخر كيان قابل للاختلاف غير قابل للإلغاء. الآخر مهما عملنا مش ممكن نلغي الآخر. الآخر هنا بقى ديانة مختلفة، رجل، مرأة، شمال، جنوب، شرق، غرب، كل الحاجات دي هي أساسيات لا يمكن إلغائها، ولكن يمكن نختلف في شمال. وبالتالي الإضاءة الثانية اللي عاوز أتكلم عليها هي فكرة التناغم التباين أو التنوع. التنوع دي صفة إلهية الله سبحانه وتعالى حطها فينا، التنوع، الاختلاف. اللوحة دي أعتقد تتفقوا معايا أنها لوحة جميلة. ليه؟ لأن فيها كمية تنوع كبيرة، ألوان مختلفة، حيوانات وبيوت وأشجار وسماء ومية، صح؟ ده المجتمع بتاعنا. هنفرض إنه في جزء من المجتمع عاوز يلغي الباقي ويسود، هنرسم اللوحة دي يعني باللون ده. أنا شخصياً بحب الأخضر، بس أي لوحتين أحسن، اللوحة دي ولا اللوحة السابقة؟ بالتأكيد اللوحة دي. هنا أنا لغيت التنوع، لغيت التباين، فبالتالي ما تحدثنيش عن مجتمع سليم نفسياً، صحيح نفسياً، وهو في نصف يحاول يسيطر على النصف الآخر. تمام؟ وبالتالي التنوع موجود زائد التناغم هو ده بيساوي قوة التأثير. وأنا بقول علينا أن نكون جزء متناغم في الصورة لكي نكون من المؤثرين. الكل يجب أن يكون جزء جميل في الصورة. الصورة هنا نقصد بها المجتمع. يبقى كده أنا شرحت إزاي التنمية باعتبار التناغم. وختاما عشان ما أطولش، زي ما كنت بقول أن العالم اليوم هو كده، وعالم الذي نأمله هو ده، وأن هذا الانتقال إذا تحقق فهو انتقال من عالم الهيمنة والأحادية إلى عالم المصير المشترك والتنوع والتعددية. وهذا الانتقال هو بامتياز انتقال حضاري، انتقال حضاري. وطالما اتكلمنا عن الحضارة فاسمحوا لي ان انا اقول
إنه إذا كانت حضارتنا القديمة قد لعبت دورا محوريا في تاريخ العالم، فليس هناك مبرر أن لا تشارك وتلعب دورا مشابها في مستقبل العالم إذا فهمنا تاريخنا وأسقطنا على حاضرنا. لن يغير العالم إلا الدول ذات الحضارات العميقة اللي هي بتقدس القيم الإنسانية العليا. وفكركم زي برضو الدكتور طلال قال صناعة المستقبل، أن المستقبل ليس زمن ننتظر، بل المستقبل هو واقع نصنعه. إحنا مسؤولين عن المستقبل. حتى يقول لي الغيب هو علم الله سبحانه وتعالى يدير به الكون، أما المستقبل هو صناعة إنسانية بامتياز. وشكرا جزيلا. قصيدة وطنية أردنية بعنوان فرس المدائن. بسامة أردن يا أرض المروءة والشهامة، ليس لعاشق مثلي إلا الوقوف أمامك احتراما. مملكة السلام والوئام والأحبة والنشامة، هنا البتراء والتاريخ حاضر، هنا البتراء والتاريخ حاضر، وضفاف نهر يفيض عروبة وكرامة، هنا عمان تصد عن القدس السهامة. هنا البتراء والتاريخ حاضر، وضفاف نهر يفيض عروبة وكرامة، هنا عمان تصد عن القدس السهامة، وشهيد معركة الكرامة والفدا فوق ترابها النبوي قد صلى وقام. والهاشمي محمد في أرضها نشر المودة والسلامة، وكذا المسيح زرع في ربوعها المحبة والخزامة، كالشمس حين يشرق وجهها تمحو الظلام، مثل الغزالة لا يشيخ جمالها تلفت الأنظار وتسحر الأقلام. أردننا الشعراء قد فتنوا بها، تهديهم الأزهار والإلهام، فرسانها مثل الخيول أعزة امتضوا العليا عظاما. أردننا مجد الأولى تمضي بنا نحو العلا، من رحمها ولد الجميع كراما، ومليكها فخر الرجال مكانة وتواضعا ومقاما. أردن يا بيت القصيد حبيبتي، ليس لعاشق مثلي إلا الوقوف أمامك احتراما. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الآن تكريم راعي المؤتمر، فليتفضل الدكتور أمين أبو هجلة، وأيضا يتفضل سعادة الدكتور طلال أبو غزالة للتكريم المتبادل إلى المنصة. هذا الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ضيف الشرف من دولة الإمارات العربية. دولة الدكتور عصام شرف ضيف الشرف من جمهورية مصر العربية.